السلام، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معكم واحد المعطيات خطيره جدا، واللي فاش قريتها قبيله اصبت بالصدمه وسولت راسي قلت علاش المغاربه ما كيبغيوش يتكلموا على حقهم. قريت قبيله باللي مندوبيه التخطيط، هذه المندوبيه كاينه في المغرب وهي مندوبيه حكوميه ديال المغرب، قالت باللي أكثر من نصف المغاربة يعيشون ب 1200 درهم فقط شهريا، وهاد الناس اللي كيعيشوا ب 1200 درهم كاينين في الوسط الحضاري، أما الناس اللي في القرى ولا في الوسط القروي فهم يعيشون فقط ب 936 درهم شهريا. وقالت باللي تضاعف معدل الفقر في المغرب 7 مرات بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد حسب التقرير، حيث انتقل من 1.7% قبل الأزمة إلى 11.7% خلال فترة الحجر الصحي. وهذا التقرير كذلك كيقول باللي معدل الفقر في المغرب تضاعف 5 مرات في الوسط القروي وتضاعف أكثر من 14 مرة في الوسط الحضاري، حيث كان 7.1% قبل ومن بعد ولا واحد الأرقام مخيفة ومخيفة جدا. كنسول أنا المغاربة كيفاش الناس دابا تتخلص الكرا ديالها، كيفاش كتخلص الموضة وكيفاش كتخلص المستلزمات المعيشية ولا داكشي، وحنا كنشوفو كيفاش كتخلص الى مرضات، نشوفو بعد السبيطارات كيفاش دايرين الناس كيخلصوا الفلوس وكيفاش كيداوا في السبيطارات. عاد الناس اللي كيعيشوا ب 900 درهم كل شهر، اتساءل الى متى هادشي. قال باللي معدل الفقر تضاعف وتضاعف بزاف. كاينين المعطيات غادي نخلي لكم الرابط في الكومونتير الاول ولا في صندوق الوصف الا بغيتو مازال تقراو على الاحصائيات اللي خرجتها مندوبيه التخطيط. اقولها واكررها، الا جا شي وحدين الناس من برا وداروا الاحصائيات على الله اشنو غادي يعطيو احصائيات اللي غادي تكون اكثر دقه. دونك هادو الناس ديال المغرب، مندوبيه التخطيط الساميه للتخطيط هي اللي عطات هاد المعطيات البارح. دونك كنشوفوا المغرب غادي، شفتوا التقرير ديال التنميه البشريه فين وصل، ولينا حنا بزاف ديال الدول كما قلت لكم عندها حروب، والتقرير ديال التنميه البشريه ماشي انا اللي كنديرو ولا كيديروا البوليزاريو ولا كيديروا كما كيسميوهم اعداء الوطن ولا شي وحدين، كيديروه الناس كف زعما نوتخ، ما عندهم لا المصلحه لا لهذا لا لهذا. كنشوفوا بلدان عندهم الحروب ولا بلدان اللي حنا كنصيفطوا لهم المعاونات وكنصيفطوا لهم المساعدات فايتينا في التنميه البشريه، في نفس الوقت كنشوفوا باللي اكثر من نصف المغاربه كيعيشوا ب 900 درهم كل شهر. زعما هذوك المعاونات وعاد ما نصيفطوها لبلدان اخرى نعاونوا بها المغاربه. غادي تجي وغادي تقولوا لي بعد وحدين، حيت كاينين بزاف ديال شي وحدين عندي هنايا بارفو، كاينين شي وحدين كيبقاو يقولوا عندهم واحد لا موفيز فوا، تيقولوا لا وهادي وهادي ورحنا عايشين مزيان ورا المغرب هادشي. كتكلم على راسك، انا فاش كندير فيديو كنهضر على الفقر كنتكلم على اكثر من 60 اكثر من نصف المغاربه، 60% ديال المغاربه كيعيشوا ب 900 درهم كل شهر. هادو علاش انا كندير الفيديوهات. اما انت اي باغ اكزومبل كيجي شي واحد كيكون كيسكن في فرنسا ولا في بلجيكا عنده المعاونات كتعاونو الدوله، عنده لي زوبيتو، الى مرض كيلقى اوبيتال، الى ما قدرش يخدم كيلقى الرعايه الصحيه والتامين، وكيجي كيكتب لينا علاش انت خائنه للوطن ما خصكش تكلمي. انا ما كنتكلمش عليكم نتوما، انا كنتكلم على هاد المغاربه اللي هما اكثر من 50% اللي كيعيشوا ب 900 درهم كل شهر. هادو هما علاش كندير انا لي فيديوهات، وهادو هما اللي كنزيد وغادي نتقى نتكلم عليهم ونتكلم عليهم. اما انت اللي كانت عندك المساعدات ولا انت اللي كانت عندك المساعدات وكتشوفي كل شيء زوين وكتجي مره في المغرب في العطله باش تدوزي العطله ديالك، راه بالسيف غادي يبان لك المغرب زوين. غادي يجيو هاد الناس غادي يقولوا لي ايوا راه في كورونا راه كاع البلدان كتنقص ولا كتزاد عندهم معدل الفقر. انا كنشوفو بعدا ديغنيغمون في امريكا راه كل مواطن امريكي صيفطوا ليه في الكونت بونكير ديالو شحال ديال الاموال ولا شحال ديال الفلوس اللي صيفطوا ليه في الكونت بونكير ديالو ملي بدات الجائحه، وما كيصيفطوا لهم غير ديغنيغمون صيفطوا لهم تقريبا شي 1200 دولار كل واحد. عندك الا عندكم 7 اشخاص في المنزل غادي توصلكم 1200 دولار فوا 7. كنشوفوا فرنسا شنو هي المعاونات اللي كتعطي حتى هما الناس اللي ما عندهمش، كنشوفوا الدول الاوروبيه كنشوفوا، نتوما غاديش تقولوا فقط المغرب. زيدوا هاد الناس لا موفيز فوا كنشوفوا غادي يقولوا لا كاينين واحد البلدان وحدين اخرين في كورونا راه حتى هما تزاد عندهم معدل الفقر. غادي نقول لكم في عز
أزمة كورونا، مجلة فوربس تنشر أن تصورة أخ النوش ارتفعت بأكثر من 2 مليار دولار في كورونا في عز أزمة كورونا. غدا نخلي لكم حتى هو المقال باش تقراو، حيت نخلي لكم الدليل وبقاو تقراو وتقراو باش تقتنعوا باللي المغاربه راه خاصنا نتكلموا على حقنا، راه خاصنا نشوفوا علاش المغاربه تزاد الفقر ديالهم 7 مرات اكثر، وكنشوفوا الناس كتزاد الثروات ديالهم بحال اخ نوش. كشفت قائمة مجلة فوربس الأمريكية بخصوص ثروات أغنى أغنياء العالم عن وجود تغيير كبير ومفاجئ في ثروة الملياردير المغربي عزيز أخ النوش الذي ينشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري. كيقولوا باللي الثروة ديالو تزادت بواحد الشكل مخيف ومخيف جدا، حيث كانت في أبريل 2020 كانت 1 مليار دولار، شوية انتقلت ولات 3.5 مليار دولار في أكتوبر من نفس السنة اللي بانت دابا. دونك علاش هاد الناس كيزيدوا في الثروات ديالهم؟ اللي كان غادي تقولوا لي عاوتاني رجل اعمال وداك الشيء، علاش ما نعاونوش المغاربه؟ انا بلا ما نتكلم على الثروات اللي تتخسر كل نهار في القصور اللي خاوين ما كاين فيهم حتى شي واحد غير الثروات، وشحال ديال الناس كيتخلصوا واخا ما يخدموش فقط حيت عندهم واحد المنصب، كيتخلصوا كيتحسبوا كل ساعه كيتحسبوا عليها. كنشوفوا باللي المغرب فيه ثروات، والمغرب يعد من اغنى بلدان العالم، بينما ولا الناس لي ديريجون ولا الناس اللي كيحكموا المغرب من اغنى اغنياء العالم، في نفس الوقت كنشوفوا الشعب من افقر شعوب العالم. هذه هي الحقيقه، ما غاديش نخبيوها. هذه علاش كنتكلم على الناس اللي في القرى كيعيشوا ب 900 درهم كل شهر، كيعيشوا ب 15000 درهم بارون. اش كدير 15000 درهم؟ راه كيدخل واحد كيدخل غير هاد الناس اللي لاباس عليهم، كيدخل البار كيخسرها في ثانيه واحده. علاش ما نتعاونوش مع المغاربه؟ كنشوفوا الناس الديمقراطيه اللي تتحترم الشعوب ديالها، كنشوفوا رئيس دوله ولا وزير ديال شي حاجه كياخد ترونسبور ولا كياخد وسائل التنقل اللي بحالهم بحال الناس، كنشوفو عايش في منزل عادي بحالو بحال الناس، كنشوفو الناس كتحاسب معاه قبل ما يدخل انه يدير الوظيفه العموميه، كيحط البيلون ديالو ولا تيحط لي كونط بونكير ديالو شحال فيه، فاش كتسالي الوظيفه العموميه كيمشيو عاوتاني كيقلبوا واش تزاد ولا كاين شي حاجه تزادت على داك الكونط بونكير ديالو. حنا لا كنشوفو كيدخل ما عنده والو. كاينين الامثله بزاف بلا ما نجبد، من بعد 5 سنوات ديال العمل ولا 5 سنوات هو كيمشي لديك القبه، كنشوفو باللي ولا دار الديور ودار هذاك الشيء، في حين ان الشعب المغربي كتزاد ثروات ولا كتزاد معدل الفقر ديالو. هادو هما الناس علاش كندير الفيديو، وكنطلب منكم المشاهدين الكرام الا شفتو شي واحد كيدير لي فيديو والكيناضل ولا تيتكلم ولا شي صحفي، بارطاجيو المقالات ديالهم، بارطاجيو لي فيديو ديالهم. دابا كاينين الناس ولا حنا مقادرينش، محرومين، كنشوفوا باللي الحريه ديالنا غادي تسلب على ود، حيت كنتكلموا على هاد الناس، كنشوفوا عدد من الجمعيات اللي ترفع علينا دعوه، كنشوفوا عدد من الصحفيين كاينين في السجون. حيت تتكلموا على المغاربه خصنا نتكلموا على حقنا، ولا على الاقل بارطاجيو بحال هاد الفيديوهات. كنهضرش على راسي، كنهضر على جميع الناس اللي كيديروا دي فيديو في يوتيوب، بارطاجيو لي فيديو ديالهم على الاقل غير باش الميساج يوصل، بارطاجيو المقالات ديالهم، ما نخليهمش بدا. كنشوفوا الناس دابا في الحبس 20 عام 15 عام 5 سنين ما عاد شحال، واش هادوك ماشي مغاربه؟ هادوك راه يهضروا على المغرب، واخا كيلفقوا ليهم تهم واحده اخرى غير باش ما يتحاسبوش معاهم الناس على برا. مي كنشوفوا التهم الحقيقيه اللي دخلوا واللي كاينين هما دابا وراء القضبان، راح يتكلموا على الحق ولا يتكلموا على هادو. كتشوفوا بزاف ديال الناس خارج المغرب ما قادرينش يدخلوا المغرب، خايفين اللي يدخلوا المغرب يا اما يتم تعذيبهم يا اما يتم سجنهم سجنا تعسفيا، يا اما بزاف كاين بزاف محروبين ما يشوفوش، حيت فقط قالوا كلمه الحق. ما نكونوش انانيين، كنهضر على راسي وكنهضر على الناس اللي كتسمعني، ما نكونوش حنا انانيين. بارطاجيو لي فيديو ديالهم، تكلموا، نعبروا، نكريتيكيو باداب واحترام، كريتيكيو حتى الناس اللي كيديروا هاد الثروات، راه كيديروها من فلوس المغاربه، كيديروها من ثروات المغاربه، كيديروا. كتشوفوا حنا بعض الشعوب اللي ما قارينش حتى القرايه بلا ما نقول سمياتهم، كيتخلصوا حيت عندهم البترول، عندهم الناس خدامين كيجيو يخدموا عندهم، كيديروا كيفعلوا كيتركوا، ما قارينش حتى القرايه. حنا الشعب المغربي تبارك الله قارين واعين، وكنشوفوا باللي كثر من
60% ولا اكثر من 50% عايشين 900 درهم في الشهر. الناس شنو غادي دير ب 900 درهم في الشهر؟ وفي نفس الوقت كنشوفوا وحدين كتضاعف الثروات ديالهم. الا جا شي واحد يبدا يقول لي خائنه للوطن، كنقول لك باللي انا اكثر وطنيه منك، وانا كنبغي الوطن ديالي وكنبغي الناس ديالي، ومعمني ما غنخون الشعب المغربي. هادوك اللي تيخونوا اللي كيعطيوهم جوج دراهمات باش يسكتوا، ولا كيجيو كيبداو يديروا علينا الفيديوهات والمقالات وداك الشيء، غادي نقول نتوما لا تعرفون مبدا الوطنيه وشنا هو حب الوطن. نتوما عندكم هذاك الحب ديال دوك الاشخاص الفاسدين، فاش كنتكلموا عليهم كتقولوا خط احمر. في اخر الفيديو كنتمنى انكم الى عجبتكم لا فيديو تخليوا لايك وتبارطاجيو لا فيديو، وخليوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير. ماذا تعتقدون بهذا الشيء؟ هاد الناس اللي كيعيشوا ب 900 درهم كل شهر، ولا 1200 درهم في المدار الحضاري، 900 درهم في المدار القروي. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم، باي باي.